إلى أقصى الشرق الجزائري بدوار لنياب بلدية بن مهيدي ولاية الطارف. وقف برنامج وافعلوا الخير على واحدة من أقصى الحالات الإنسانية، صور صادمة لعائلة من 17 فرداً تعيش في هذا المنزل الذي تشاهدون. يلقون بالحزن بعيداً، يرتدون الابتسام كل يوم لمواجهة يوم طويل، أفواههم وعقولهم مملوءة بالذكريات والحزن والفقد، لكنهم يكتبون عن الفرح والصبر والرضا بمشيئة الخالق في رواياتهم اليومية.